اهلا بكم. هل بتوصف نفسك على انك شخص مبدع مبتكر؟ يعني لو مثلا لو على عداد من 1 لـ10 بدأت تقيم نفسك في الوقت الحالي، هتدي نفسك سكور كام؟ 3 أو 4، 7 أو 8، 9 أو 10؟ لأي مدى انت شايف نفسك شخص مبدع، عندك قدرة على خلق افكار مبتكرة ومبدعة؟ لو للأسف حطيت لنفسك سكيل ممكن يكون، أو يعني عدادك أو الترقيم بتاعك ممكن يكون قليل، خليني أثبت لك دلوقتي اللي أنت عندك قدر كبير جدا من الإبداع. لو سمحت ورقة وقلم، اعمل حتى ستوب للفيديو، اعمل ما تجيب الورقة والقلم وارجع لي تاني. لو معاك الورقة والقلم في الوقت الحالي، حاول ترسم دلوقتي 10 دوائر موجودين فيهم، كل دائرة مستقلة عن التانية، وادي لنفسك دقيقة، اعمل بوز مرة تانية واعمل لنفسك بوز كده أو يوقف الفيديو، وحاول تعمل الطلب اللي هطلبه من حضرتك دلوقتي. ارسم 10 رسومات باستخدام 10 دوائر. تاني، انا عايز الـ10 دوائر اللي حضرتك عملتهم في الورقة، كل دايرة تستخدمها في رسمة. اوكي، خد وقتك وخلص الرسمة بتاعتك على مهلك. يهيأ لي ان حضرتك ممكن تكون عملت دايرة رسمت فيها زي وش مبتسم، او ممكن تكون عملت شمس او بيتزا او ساعة او نظارة، اشارة مرور، كرة قدم. كل الافكار اللي حضرتك عملتها في الـ10 دوائر بتاعتك فيها قدر ما من الحكم على قدرتك الابداعية او الابتكارية. ازاي؟ لو مثلا حضرتك اول حاجة عملتها، عملت مثلا دايرة وعملت فيها وش بيضحك، وبعدين عملت الوش اللي جنبها وش زعلان، فده برضو فيه قدر كبير جدا من الابتكار، لان انت مطلوب منك مهمة ان في خلال دقيقة تخلص 10 رسومات معمولين باستخدام 10 دوائر، وبالتالي انك تطلع من فكرة تنطلق منها لفكرة تانية. اي نعم فيها قدر كبير جدا من التقليد، انك قلدت الفكرة اللي جنبها، لكنك ابتكرت وابدعت فكرة مختلفة ولو حتى بقدر بسيط، صح؟ وبالتالي فكرة الانطلاق وانك تجيب اكبر عدد افكار ممكنة من لحل المشكلة بتاعتك، دي واحدة من اهم النقاط اللي بنبص عليها، انك قدرتك على انك تقدر تطلع كم افكار كتير. اما اللي بيوقفنا في بعض الاحيان على اللي احنا نقدر نشغل الماكينة التفكيرية بتاعتنا للتفكير الابداعي، هو احنا ساعات بنحكم على الافكار بتاعتنا. يعني ايه؟ انا عملت وش بيضحك وبعدين قلت هو الوش اللي جنبه هعمل فيه ايه؟ وش بيزعلان، طب ايه ده بيشبهها شوية، يبقى بلاش اعملها كده. احنا بدأنا نقيم افكارنا، والتقييم هي مرحلة مهمة لا خلاف، لكن مش في مرحلة اللي احنا بنجمع عدد افكار كتير. واحدة من اكبر دروس مستفادة اللي محتاجين نطلع بيها من اول البرنامج كده، هو ان احنا في مرحلة تجميع الافكار محتاجين نهتم بالكم وليس الكيف. تاني، لو انا بجمع افكار، يعني انا عايز اجيب افكار كتير جدا لحل مشكله انا بمر بيها في الوقت الحالي، حاجه موجوده عندي مثلا في قسم المبيعات، في الانتاج، في الماليه، في السبلاي تشين، او في المخازن، او في التوصيل، اعمل ايه بالظبط؟ انا عايز اقعد مع الناس او اقعد مع نفسي واقول لنفسي انا عايز اكبر عدد افكار ممكنه، واي فكره تيجي في بالك ابدا سجلها. ايه تاني موجود معانا في لعبه الدوائر ممكن يدل على قدر كبير من الابتكار والابداع عندك؟ لو فرضنا ان كل دايرة كانت مختلفة عن التاني، فده معناها ان انت تفكيرك في قدر كبير من التنوع. لو بدأت تبص على اللي موجود حواليك في دايرة المحيط بتاعك، وبدأت تعمل ساعة او نظارة او خاتم، فده معناها ان انت بدأت تستخدم الحقائق اللي حواليك عشان خاطر تجيب الافكار الابداعية والابتكارية. لكن لو بدأت تغمض عينيك وتفكر في مثلا وردة او شمس، وبالتالي انت هنا بدأت تستخدم مخيلتك، وبالتالي دي برضه واحدة من المصادر للتفكير الابداعي. لو كل الرسومات بتاعتك كانت داخل الدايرة، فده معناها ان انت ملتزم بقانون ما والاطار معين، بس في الاخر حليت المشكلة، ودي برضو اشارة لتفكيرك الابداعي. ولو طلعت برا الدايرة ديت في الرسمة بتاعتك زي رسمة الوردة واشارة المرور، انك استخدمت الدايرة داخليا، ده معناها برضو انت شخص بتفكر خارج الصندوق او خارج الدايرة، وده برضو ليه دلالة كبيرة جدا على الابداع. اما لو كنت بتفكر بشكل فيه تفرد، يونيكنس، زي احد الزملاء مره كان ماسك اللعبه ديت وعمل دايره وبعدين شخبط على مقدمتها كده في الاول، فبقول له ايه دي؟ قال لي دي كان بيبسي مفتوحه من فوق. فلو دي فكره فيها قدر كبير من التفرد. التفرد يعني ممكن ما تجيش على عقل حد، لفكره الكوره او فكره
إشارة المرور أو القمر مثلا أو الشمس، من الأفكار اللي ممكن تكون دارجة موجودة عند ناس كتير، لكن الفكرة ديت ممكن تكون شوية مختلفة. يبقى خلال الإكسرسايز البسيط بدأنا نعرف مع بعض إن هل بتوصف نفسك على إنك شخص مبدع ومبتكر ولا لأ. خلال البرنامج هنتكلم عن إزاي نقدر نعلي مهاراتنا في مهارات الابتكار والإبداع لا خلاف، لكن أنا عايزك بس من البداية تؤمن إن في جزء كبير جواك في إبداع وابتكار أنت قافله بنقطة واحدة بس، اسمها إيه؟ اسمها تحديد وتقييم الأفكار بتاعتي. وحاول حتى دلوقتي تفتكر آخر موقف أنت فيه كنت مبدع، برضو رجاء أنا حاول تعمل بوز كده للفيديو، وقف الفيديو بتاعك وحاول تشارك مع نفسك ايه اخر مرة انت استشعرت فيها بالابداع، جبت فكرة مختلفة، حليت مشكلة موجودة عندك في خط الانتاج بتاعك او في العملية بتاعتك، او مشكلة مالية كنت متمر بيها، او حاجة حتى في البيت عندك، فكنت مبدع ومبتكر. انا حتى هشارك معاكم قصة كانت موجودة عندي. احد الشركات اللي بشتغل فيها قبل كده كنا بنطبق نظام التقييم الفردي. التقييم الفردي وان احنا ندي البونس او ندي الحافز بتاعنا المالي على الاداء الفردي ده كان بيعلي جدا الانتاجية الفرد، لكن بيعمل مشكلة جدا في العمل الجماعي. يعني لو انا بقول لحد لو انت عملت مثلا 100,000 جنيه هتاخد عمولة 10%، فكان بيجتهد جدا جدا عشان خاطر يبدأ يعلي العمولة بتاعته من خلال تحقيق اعلى ارقام ممكنة، وده ممكن الى حد ما كان ليه اثار سلبيه في ان كان بيعلي الفرديه والنديه، بيحجز المعلومات عن بقيه الناس، فكنا دايما بنلاحظ مشاكل ان ما كانش فيه التعاون والعمل الجماعي بينهم وبين بعض. فاتخذ قرار في الاداره عندنا ان لا، من هنا ورايح البونص او المبلغ الحافز ده بيتوزع على الناس بالكامل بشكل جماعي. يعني لما الكل يحقق 1,000,000 جنيه، لو هم 10 افراد وكل واحد منهم مطلوب 100,000، لما نحقق كلنا 1,000,000 جنيه ساعتها هنبدا ندي لكل واحد فيهم 10%. يبقى البونص بيتوزع بشكل يكون جماعي مش بشكل فردي، وده برضو للاسف كان ليه اضرار كبيره في ان خلى الناس يبقى فيها اتكال على بعضهم البعض. انا لو ما اشتغلتش فيه غيري هيشتغل وفي الاخر هاخد بونص زيهم. او كمان بدا يعمل عمليه احباط للشخص المجتهد اللي كان عايز، هو بيشتغل بنفسه وبيعمل نتائج كويسه قوي ومع ذلك هيتجازى زيه وزي اللي جنبه اللي ممكن يكون شويه مقصر. هنا كان دور الابتكار، انا متاكد ان ممكن تكون الفكره دي جت في بالكم. الابتكار هنا كان في اللي احنا عملنا نظام فيه مزيج بين النظامين، لان كان ده ليه مشاكله وكان ده ليه مشاكله. فلما اوجدنا نظام كان فيه مثلا نظام الحافز بتاعنا لو هو 10% على التحقيق بتاعك، فال 10% دي التوزيع بتاعها بيتم 70-30، 70 على الاداء الفردي و30 على الاداء الجماعي. وايه المقصود بيها؟ ان لو شخص مثلا عمل 100,000 جنيه اللي هو التارجت بتاعه والهدف المطلوب منه، كنا بنديله فقط 7,000 جنيه، فيقول ال 3,000 جنيه فين؟ فنقول لما بقيه الفريق يحقق، فنلاقيه هو بيتحفز على ان يساهم ويشجع الناس ويدعمهم بالمعلومات او بالمهارات اللازمه عشان خاطر هم كمان يحققوا النتيجه بتاعتهم، وبالتالي يعود النفع على المجموعه بالكامل. النتائج كانت خرافيه من بعد تطبيق النظام المختلف دوت. انا متاكد ان الحاجه اللي انا عملتها في الشغل عندي قبل كده ان حضرتك ممكن تكون مارست واحده من الافكار ديت داخل الشغل بتاعك، فان عالجت حاجه في السيستم بتاعك، قضيت على مشكله موجوده عندك، عرفت تعالج اعتراض موجود عند احد العملاء، عرفت تتفاوض بشكل يكون مبتكر ومبدع مع احد الموردين وعملت تخفيض جيد في الاسعار بتاعتك. كل الكلام ده ممكن يكون دليل كبير على وجود الابتكار، لكن محتاج نذاكر مع بعض نفسنا اكتر واكتر. يعني ايه اذاكر نفسي؟ يعني حاول تفتكر مش بس اخر موقف انت فيه كنت مبدع او مبتكر، لكن كمان حاول تفتكر كان امتى يعني في انه وقت. لان في ناس بتبقى الابتكار والافكار بيبقى في قمتها عند في عقليتهم في بدايه اليوم في النهار، يعني الصبح ممكن يكون بالليل، فممكن يكون اتعرضت لبعض المشاكل وما اوجدتش اي افكار ابتكاريه لمجرد كنت مضغوط في الوقت او اخر اليوم بنام او الصبح لسه ما فوقتش. شو حاول تتتبع نفسك وتراقب نفسك وتعرف اللحظات الابداعيه والابتكاريه لو انا عايز اكررها، انا عايز اعرف كانت موجوده فين عندي قبل كده. إذا كنت مآمن معايا اللي أنت فيه قدر من الإبداع كبير عندك بس أنت بس موقفه من خلال التقييم والحكم السريع، محتاج تتعرف وعندك كمان بعض الأمثلة اللي أنت فيها كنت مبدع ومبتكر، محتاج أعرف هو أنا كنت ناجح فيها إمتى، فمحتاج أعرف التوقيت، محتاج أعرف هو البيئة اللي حواليك كانت شكلها عاملة إزاي لما كنت مبدع ومبتكر.
مقصود بيها ان كانت الدنيا كانت مكركبه حواليا ولا كانت الدنيا كانت منظمه؟ بالي كان رايق والدنيا المهام بتاعتي كانت متنظمه خلال اليوم، ولا الدنيا كانت مكركبه في المهام ومطلوب مني كذا حاجه في نفس اللحظه؟ لان ممكن حاجه منهم هما الاثنين هي دي اللي كانت بتساعدك اكتر على التحفيز. الضغط من قبل المدير او من قبل الشركه او من قبل الاسره، هل ده بيساعدك اكتر على التفكير الابداعي ولا لا؟ مفيش درس، مفيش قاعده بتقول ان لازم تكون فارغ الذهن عشان خاطر تقدر تركز اكتر في التفكير الابداعي، او انك تكون مشغول او مضغوط. انت اعرف ذاتك، اخر مره عملت فيها ابداع كانت امتى؟ اخر مره كنت لما ابدا يعني يكون عندك ابداع وابتكار كان بعد مثلا تدريبات قراءه كتاب، قعدت مع واحد ملهم ليك ومن بعديها حسيت لمده اسبوعين ثلاثه كنت مشحون وبطلع افكار كتير قوي. وبالتالي نكرر الموضوع تاني، اذا قريت كتاب جديد، اذا حضرت كورس جديد، اذا قعدت مع شخص الجديد الشخص الخبير دوت هستفيد منه، وبالتالي ساعتها هبدا اطلع بافكار جديده. لو المصدر ده بدا يقف عندي فعقلي هيبدا يفرمل شويه، يصدي شويه وما يطلعش الافكار المطلوبه. يبقى شفنا كذا نقطة ممكن نتعرف بيها على ذاتنا أكتر وأكتر عشان خاطر نعرف إحنا مبدعين ومبتكرين أكتر إمتى، وبالتالي نبقى في المستقبل نهيئ بيئة العمل ونهيئ ذهننا ونهيئ حياتنا على إن إحنا نكون أكثر إبداعا وابتكارا. فلو كان مثلا أحد الأدوات اللي كانت بتخليني أكون أكثر إبداعا، على فكرة أنا من سنة كان أي مشكلة بتواجهني كنت دايما بجيب أفكار ليها ودايما دماغي شغالة. طب ايه اللي كان موجود ساعتها؟ كنت محافظ قوي على الرياضه، كنت اخد بالي جدا من نومي، كنت دايما عندي تو دو ليست وقائمه مع مهام خلال اليوم بتاعتي، كنت اخد بالي مثلا من الدايت بتاعي واخد بالي من اكلي، وبالتالي ما فيش الوخم بسبب الاكل اللي انا باكله، كان امور الماليه عندي كانت منظمه او كنت مظبط حاجات. انا مش بقولك تخلي حياتك مثاليه، بس بقدر الامكان شوف الظروف اللي كانت موجوده عندك قبل كده وطلعت انواع من الابتكار عندك بشكل يكون صحي، وحاول تكرر الظروف دي مره تانية لان ده هيساعدك كتير على انك تكون شخص مبدع ومبتكر. بدايه على طول من الفيديو اللي جاي هنبدا نتكلم على توظيف التفكير الابداعي داخل مراحل حل المشاكل واتخاذ القرار، فمحتاجين نعرف هي ايه دورها في النص وبيعمل ايه بالظبط، فده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله من الفيديو اللي جاي.